بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي المشاهدين متتبعين قناة محمد سودي واتر سلاجر، أود في بداية الأمر أن أعتذر على هذا الغياب الذي هو خارج عن إرادتنا بسبب بعض الظروف الشخصية. أتمنى إن شاء الله بأن هذا الفيديو سوف يجدكم في أحسن الأحوال أنتم وأولادكم وأيضا طيوركم. في هذا الفيديو أحب أن أتقاسم معكم بعض التجارب، خصوصا ونحن في مرحلة التزاوج، فحتى نقوم بإضافة لهذه المرحلة والذي هي جد مهمة حتى يكون لنا إنتاجا كبيرا أو وفيرا. فسوف تشاهدون في هذا الفيديو ثلاث أشياء أو ثلاث نقاط أنا اخترتها لكم حتى إن شاء الله تعم الفائدة وتكون إضافة وزيادة في معرفتكم في مجال تربية الطيور، وخصوصا في مرحلة التزاوج. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى العملية التي تتم بعد وضع البيض وبعد خروج الفراخ من البيض، وتبدأ الأنثى في التهيئ لبناء عش آخر. ويجب هذه الفترة أراها في بعض الأحيان تكون طبعا غير سهلة ولا تمر بطريقة سلسة، فلهذا أنا قمت بهذا الفيديو حتى أريكم طريقة الأنجع حتى نقوم بمرحلة التزاوج المرة الثانية وحتى المرة الثالثة. ففي هذا الفيديو سوف تشاهدون بأنني سوف أستعمل قفص خاص بالفراخ الصغار، وهو يسمى طبعا قفص فراخ الصغار، الذي سوف أقوم بتعليقه في القفص التزاوج، ويكون بينهم الحاجز سلكي، والذي يتم عبر هذا السلك تطعيم الأولاد من الأم مباشرة من وراء السلك الحديدي ومعها الذكر في الداخل حتى تقوم بوضع البيض ويكون البيض مخصب. هذه مرحلة، والمرحلة الثانية ألا وهي أسلوب أستعمله قد أخذته عن صديقي وأخي أنس العماري حينما رحت لزيارته في المغرب، فقد أعطاني فكرة جد جيدة باستعمال نقول إحنا قنب سوف تشاهدون في الفيديو، هو شكل قنب خيط من القنب يقوم بتعليقه في السلاكة حتى تقوم العصافير الصخار حينما يبدأ النمو المناقر، فهذا يعطيهم رغبة في العض فيقومون بعض الطيور بعضها للبعض. كما قلت لكم هذه فكرة جد جديدة وأحب أن جديدة بالنسبة لي وبالنسبة لبعض طبعا المواليع الجدد، وربما بعض المواليع المحترفين سوف يقومون أيضا باكتشاف هذه التجربة التي هي جد بسيطة وتعطي طبعا فائدة كثيرة تبعد عنا مشاكل كثيرة في المشاكل التي تقع بين الفراخ حينما يكون في السلاكة ويكون بينهم سجارات ومعارك وكل هذه الأشياء. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، كيف نقوم ب إذا أصيب أحد من الفراخ بأذى ما وبدأ فيه نزيف دم، فكيف العملية التي سوف نقوم بها حتى يبقى لنا هذا الفرخ في الحياة لا يتعرض للموت طبعا. فأيضا طريقة سوف أريها لكم. أتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة طيبة. الإخوان الذين طبعا المشاركين أشكركم كثيرا على المشاركة، أرحب أيضا بالإخوان الذي شاركوا معنا جدد، مرحبا بكم في قناتكم قناة محمد السودي. ما تنساوش الإخوان اللي بقي ما خارج أو ما اشتركش معنا في القناة،
فهذه فرصة إن شاء الله، اشتركوا معنا في القناة. فطبعا دائما هذه المشاركة وهذا الدمع باللايك والبارتاج فهو فقط وسيلة تحفيزية لنا حتى نقوم بفيديوهات أخرى. على أي حال سوف أترك لكم بعد الفيديوهات شاهدوها، أتمنى لكم مشاهدة جيدة وإلى ولكم عودة أخرى معي إن شاء الله. إخواني مرحبا بكم، أتمنى أن الشكل الجديد اللي وضعنا هذا الكراج يكون رائع إعجابكم. فطبعا في السابق كان عندنا بنينا واحد الحائط باش نقوموا يعني بفصل الطيور على الأخرى، لكن هذه الطريقة لم تكن مفيدة بحكم أن التهوية كان فيها مشكل. فالآن يعني أصبح جراج على هذا الوضع الجديد، وغيرنا تقريبا كل شيء وقمنا بطلب أقفاص تزاوج من إيطاليا. الأقفاص طبعا اللي هي ما فيها خشب، طبعا لا ينصح باستعمال أقفاص التزاوج التي تكون من أصل أو أصلها من خشب، حتى يعني عمليات التنظيف والتزاوج وايضا تقليص الفاش يعني القنبله بهذه الطريقه، وايضا هي طريقه تبدو اكثر احترافيه. فطبعا الاقفاص كبيره ومتسعه ومنظمه بشكل جيد، فهذا هو الشكل الجديد. وايضا غيرنا مكان السلاكه، اصبحت السلاكه هنا. طبعا استفدنا من هذا المكان وعملنا سلاكة، هي نوعا ما أصغر مما كانت عليه، لكن بهذه الطريقة أصبح الجراج في اتساع ومساحة أكبر. أوكي إخواني، فالموضوع كما سبق لي في التقديم قد قدمت لكم، هو عندنا هنا أنثى مع فراخ. الفراخ الذين يعني خرجوا من العش، احنا بنقول يعني قفزوا من العش. ففي هذه الفترة تكون الأنثى تقريبا جاهزة لتقوم بالدورة الثانية، فحتى لا تضع لنا يعني بيض يكون فارغ أي غير ملقح، فلدينا هذه العملية حتى تجعل أننا ممكن نأخذ الأنثى عن الأم لنضع الذكر حتى يقوم بتلقيحها. طبعا هذا إذا وضعنا الذكر والفراخ الصغار هنا سوف يقدر أن يكون مشكل كبير. في بعض الأحيان يقوم الذكر بقتل الفراخ لأنه يريد أن يستفرد فقط في الأنثى. فلهذا نستعمل البيبي كيج، يعني هو قفص للفراخ الصغار. هذا القفص يساعدنا ايضا على تسريع عمليه الفطام للفراخ. فالاشياء التي سوف نحتاجها في هذه العمليه هو كما سوف اريكم هنا في الفيديو. فطبعا عندنا الباطي او الخليط الذي فيه طبعا أغلبيته بيض أصفر أو أصفر البيض، وممكن يكون كوسكوس، وفي أيضا الحبات المنبتة، وأيضا قطع من التفاح.
أقوم بوضع قطعة من التفاح في هذا المكان وبعد ذلك أضيف الخلطة اللي ممكن أن يأكلها الأولاد أو يتدربوا على الأكل بها. أول حاجة أقود هذا القفص وأضع هذه العلافة داخل القفص بهذه الطريقة. سوف أحتاج هذا القطيبين. قطيب أضعه هنا بهذا الشكل وقطيب أضعه بهذا الشكل. حتى تأتي أن الفراخ الصغار تقف هنا وهذا الجزء الذي يخرج من هذه المنطقة يدخل في القفص هنا. وهنا تأتي الأنثى وتجلس لتطعم الصغار. سوف أريكم العملية كيف تتم. أول شيء سوف أخذ بالنسبة لإطعام الأم الداخل، يعني حتى الأم سوف أعطيها من هذه الخلطة حتى تأكلها وتعطيها بعد ذلك للصغار. هذه الخلطة سوف أضعها في هذا المكان هنا هكذا، وسوف أقود الصغار وسوف أضع قفصي على هذا، يعني قفص الفراخ الصغار هنا في الأمام. طبعا الفراخ الصغار سوف أضعها هنا بهذه الطريقة كما شاهدتم ذهب إلى يبحث عن الأم. طبعا لا ننسى أيضا وضع الماء، سوف غالبا أضعه بهذا الشكل قريب من العود الذي سوف يقف عليه، فعنده يعني ماء تفاح وخليط الباطي نقول احنا. نعم بهذه الطريقة الأم كما تشاهدون فهي الآن تأكل من هذه الخلطة، وسوف أضع لها أيضا عود زائد يعني من الداخل جانب القفص حتى تأتي وتقف أيضا عليه حتى نسهل نقرب الأنثى للفراخ بهذا الشكل. نقوم بتغيير القفص. عندي ولد صغير أنا ما شفته نسيته أيضا، هذا كلام متخبي ما شاء الله، اللهم بارك وزد في داري. وسوف أخذ عش جديد وأضعه هنا وأعطيها خيوط لتبني عش جديد، أيضا أضعه هنا. طبعا أضع القليل من هنا، بعض الإناث لا تعرف أين تضع الخيوط العش فقط يعني تعطيها تنبيه، ففي هذا المكان يجب أن تقوم بوضع العش. أوكي، هنا عندنا كل شيء، فقط باقي لنا شيء واحد هو إدخال الذكر على الأنثى. أوكي تم إحضار الذكر. طبعا حينما نضع الآن الذكر سوف يجد في داخل القفص فقط الأنثى بدون الفراخ، والفراخ هم في هذه الحالة ليسوا بعيدين عن الأم، وهنا بهذه الطريقة هم في حماية يعني بعيدين على أي أذى.
وممكن يقوم الذكر انت يعني او تلقيح الانثى حتى يكون لنا بيضة مخصص طبعا. وهذه هي العملية. في بعض خلال ايام سوف يتعلمون الصغار هنا الاكل والشرب، يعني لوحدهم سوف تكون عندهم استقلالية في الاعتماد على انفسهم. ممكن ناخذها طبعا الى السلاجة وهذا الامصب يمشي بهذا الشكل. فهذه يعني النقطة الأولى التي كنت حاب أن أتقاسم معها. فالعملية الثانية الشيء الآخر الذي كنت أحب أن أتقاسمه معكم هو استعمال هذا الخيط من نوع القنب. هذا أضعه داخل السلاكة هنا بهذا الشكل، أو ممكن فقط تعليقه في الداخل. فالطيور كما سبق ذكره على أن بسبب نمو الجسم كله وردر المنقار فيحبون أن يقوم بعض أشياء، وحتى نتفادى أن يقوم الطيور أو الفرخ بعض بعضها البعض نعطيهم هذا الخيط اللي هو من نوع القنب حتى يقومون بهذه العملية بعضه، ويحاولون دائما جد الخيوط بعضها عن بعض، يعني أن يسلب الخيوط عن بعضها البعض. وبهذه الطريقة نكون قد تفادينا جرح بعض الفرخ أو يعني يقع نزيف دموي أو شيء من هذا القبيل. كما ترى الآن أنا ما عندي هنا نزيف دموي، فإذا يعني بعض الأحيان ممكن أن تقع، فإذا وقع نزيف دموي فمن الأمر المستعجل هو أخذ الطائر هذا اللي فيه نزيف دموي ونقوم بتنظيف هذا النزيف وحطه في مكان أو في قفص وحده حتى يشفى أو حتى يكبر ريشه من جديد، لأن في مرحلة غيار الريش يقع هذا المشكل كبير. فالإخوان يعني هذا وسيلة أو بديل حتى تتفادوا يعني وفيات داخل العش بسبب الذكر الذي سوف ندخله على الأنثى للقيام بالتزاوج في المرحلة الثانية، أو بسبب السجار الذي يقع بين الفراخ. نعم، بالنسبة لهذه النقطة التي كنت وعدتكم أنني سوف أتكلم عليها، قد نسيت شيئاً مهم أنا وسوف وهو إضافة في هذا الفيديو، هو مادة الكالسيوم. هذه مادة كالسيوم تسمى بشركة فيرسيلاجا كالسيوم لوكس، ممكن تجده في مواد أخرى. نعم عندنا السيبيا وعندنا كل شيء، لكن هذا غير كافي. فهذه كل المكملات غذائية مهمة، وخصوصا الكالسيوم في مادة الكالسيوم التي هي تساعد نمو العظام، ويجب استعماله تقريبا خلال فترة النمو كاملة، يعني منذ زيادة الفراخ حتى تكبر حتى يكتمل نموها. فيجب فعلا الإفراط عندما بتقول في هذه المادة. إخواني، هذا كل ما كان عندي سوف أقوله لكم، يعني كنت سوف أقوله لكم. أتمنى أن إخواني، مرحبا بكم مرة جديدة. أتمنى يعني بأن هذه الفيديوهات قد نالت إعجابكم وأضافت لكم معلومات جديدة كيف يعني تقومون وتستفيدون أكثر من الإنتاج. لنا طبعا فقط نركز على تجهيز الإناث والذكور، فهذه أيضا أشياء طبعا هم يعني جزئيات بسيطة ولكن تفيدنا حتى نحافظ على كل طائر أنتجناه ونستفيد إفادة أكبر من الإنتاج. إخواني، أشكركم جزيل الشكر على مشاهدتكم ومتابعتكم لقناتكم قناة محمد السودي. فما تنسوا طبعا الدعم والمشاركة مع الإخوان والاشتراك أيضا في القناة، ونضرب لكم موعد آخر إن شاء الله. وما تنسوناش بالتعليقات ديالكم، فهي جد مهمة وجد محفزة.
أشكر الإخوان كل من يرسل لي يتواصل معي ويرسل لي أيضا تعليقات جد جميلة محفزة. أخوكم محمد يحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.